القصر العيني الفرنساوي الحقيقة عمل وحدة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا، أو متلازمة كورونا يعني اللي هي ما بعد كورونا. معنا على الهاتف دكتور عمرو الحديدي مدير قصر العيني الفرنساوي. دكتور عمرو، إيه أهم الأمراض؟ ليه عملتوا هذه الوحدة؟ هل ده معناه إنه ما بعد بوست كوفيد بقى في أمراض كتيرة، وإيه أهم الأمراض اللي بتعالجوها؟ ايوه طبعا، اهلا وسهلا بيكي دكتوره لميس، ازاي صحتك؟ وسلامنا لكل المشاهدين. انا بس عايز اقول انه الحالات، حضرتك عارفه ان بعد الكورونا ابتدت يحصل حالات كتيره جدا بتظهر عندها مشاكل في التهابات في جزء من الجسم، ممكن يكون في القلب زي ما كنتوا بتتكلموا، ممكن يكون يحصل في مشاكل في الغده الدرقيه، ممكن يحصل مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن يحصل التهابات في الكبد، وبالتالي التخصصات كانت مختلفه. فكانت الفكره ان احنا نجمع مكان يكون فيه عياده مجمعه لعلاج متعافي كورونا، واللي بنسميها متلازمه ما بعد الكورونا. ايه اكتر الامراض الشائعه يعني بعد الكورونا اللي بتجيلكم؟ الحاجات الكتيره جدا اللي بيشتكي دايما بيها المريض ضربات القلب السريعه، ودي مشكله بتظهر في حالات كتيره من بعد الكورونا، ممكن يكون بسبب الالتهاب اللي بيحصل في الغده الدرقيه اللي ممكن تزود الافراز بتاع الغده الدرقيه، ممكن يحصل التهاب في عضله القلب وده اللي بيسبب ضربات سريعه، وفي ساعات كمان في حاجه جزء نفسي اللي احنا ابتدينا نضيفه كمان في هذه العياده، لانه حضرتك عارفه بالذات اللي بيدخلوا المستشفيات هم دول المشكله، لانه بيبقى بعد ما بيطلع من المستشفى بيحصل له بعض الاعراض الكتيره جدا نتيجه وجوده منعزل طبعا عن اهله، عن او في حته مكان كل الناس لابسين ماسكات، فبيبقى بتجيله حاله نفسيه شديده شويه بتحتاج الى علاج نفسي فتره طويله شويه. اذا يعني مين اللي يجي لمستشفى القصر العيني الفرنساوي عشان يكشف فيما متلازمه ما بعد كورونا؟ يعني مين الشخص اللي تقول له لازم عدي علينا لو انت حاسس بحاجه؟ بالظبط، ده سؤال مهم، لانه اللي بيشتكي باعراض مستمره ما بعد ما تعافى من كورونا زي ضربات القلب السريعه، لخبطه في ضربات الضغط، النفس متضايق بالرغم انه عدى فتره كويسه بعد الكورونا، الام كتيره جدا في الصدر، لان حضرتك عارفه ان ممكن يحصل مشاكل في شرايين القلب بعد فتره من الكورونا، وبالتالي دول اكثر ناس اللي لازم يروحوا يتابعوا ويسالوا ليه الاعراض مستمره لغايه هذا الوقت بعد انه تعافى من الكورونا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الحديدي مدير قصر العيني الفرنساوي.